بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المحاضرة ستكون بعنوان الانتجيومنتري سيستم أو لسكن. راح تتناول المحاضرة تركيب الجليد الغدد الموجودة ومقارنتها ما بين المراتب التصنيفية في الفقر. يتكون الجلد من عدة طبقات مثل ما تعرفون. هذه الطبقات تكون من طبقة الإبيديرمس اللي تكون مشتقة أو منشأها الجنيني من الإكتوديرم، أما طبقة الديرمس فتكون مشتقة بشكل رئيسي من الميزوديرم. طبعا هاي المناشئ مهمة انه انتو تعرفوها. اللي راح ناخذه بهذا او التحورات اللي راح تحصل بالجلد، راح يعني اللي راح نتناولها بالتصنيف من مرتبة تصنيفية الى مرتبة اخرى، هي عدد طبقات الجلد relative number and complexity of skin gland، يعني طبقات الجلد وكذلك عدد وتعقيد الغدد اللي موجودة بالجلد. ثانيا ال differentiation and specialization of superficial layer stratum corneum، راح نشوف التمايز ال differentiation يعني التمايز و specialization يعني التخصص. راح نشوف انه كل ما يتطور الحيوان راح يصير اكو ثمة تمايز وتخصص في طبقة الستراتم كورنيوم اللي هي تمثل الطبقة السطحية من الجلد اللي تكون بشكل خلايا متقرنة ميتة تزال باستمرار من قبل الحيوان وتستبدل بخلايا أخرى. The extent of to which bone development in derms، يعني راح نشوف انه بعض الحيوانات الجلد مالتها راح تسوي لنا او راح تطور bone development، يعني صفائح عظمية مثل السلاحف وغيرها. The skin of كمثال على السكين بأبسط حالاته هو the skin of amphioxus، تعرفون حيوان الرميح، يظهر انه هذا هو جلدة الرميح. حنشوف انه البشرة هي من طبقة واحدة والديرمس هي اللي تكون من عبارة عن نسيج connective tissue، نسميه subcutaneous connective tissue، يعني بعدها حتى ما متمايز انه يمثل لي كديرمس. اذا فقط من نسألك من شنو يتكون جلد الرمح، تكون فقط من thin layer of cell، طبقة واحدة من الخلايا، unicellular او uni layer of cell، والابيدرمس هو عبارة عن connective tissue. حتى نجي ندرس الجلد راح ناخذ مثال عليه، وطبعا راح نمر عليه على عجالة جدا. The skin of aft، الافت هو اللي السمن ده، ليش اخذوا هذا الحيوان حتى يدرسون طبيعته او يشوفون جلد؟ لان هو انتقاله، لان اول شيء هو هذا من الحيوانات البرمائيه، يعني عنده طورين، طور مائي وطور ترستريال او طور يعيش فيه على اليابسه. فحتى نشوف في شنو جلده يتكون، هذه هي صوره الحيوان، هذا هو حيوان السمندل، هذا هو الجلد مالته. راح نشوف انه ابسط حالات انه جلده ايضا يتكون من طبقة السكن اللي تكون examine previously a skin unibred by scale، يعني راح نشوف لا عنده قشور ولا عنده ريش ولا عنده شعر، اللي هاي تميز طبعا الحيوانات الارقى. راح تتكون بشكل اساسي، راح يكون عند الجلد يتكون من طبقتين، طبقة الأدمة، خليني اشرحها على المثال احسن، من طبقة البشرة اللي هي الإبيديرم وطبقة الأدمة. راح نشوف انه طبقة البشرة تتكون من خلايا حرشوفية تزال باستمرار، تليها طبقة اخرى ايضا من الخلايا اللي تكون هنا، طبعا تكون الطبقة الاولى من خلايا متقرنة، الطبقة الثانية تكون من خلايا عمودية او مكعبة حسب. راح نشوف انه توجد العديد من الغدد اللي هي طبعا هذه هي الغدد، لكن شنو اللي راح نلاحظه بهذه الغدد؟ انه هي صحيح تنشأ من طبقة الادمة لكنها تغزو باستمرار نمو الحيوان، راح تغزو طبقة، هي تنشأ من طبقة البشرة من الإبيدير، لكنها باستمرار نمو الكائن راح تبدأ تغزي طبقة الأدمة. هذا كل ما يهمنا. يقول this أكو يعني فد positive correlation vertebrate between terrestrial extents and relatively inactive mucous gland، هذا اللي هسه شرحناه عن هذا الحيوان. هذا كل ما يهمنا بهذا الحيوان، فقط انه انتم تعرفون انه هو هذا تركيب خاص بتركيب الجلد. الآن نجي على
تركيب الإبيديرمس. احنا لين قلنا الجلد يتكون من طبقة الإبيديرمس اللي هي الطبقة الظاهرية اللي ما يشاهمها إكتوديرمي، وطبقة الديرمس اللي ما يشاهمها ميزوديرمي. The epiderms of most fishes and aquatic amphibians، يعني تعرفون انتو البرمائيات بيها قسم منها يعيش بالماء قسم منها يعيش على اليابسة. Has many skin glands، طبعا تكون غنية الأسماك مع الأكواتيك أمفيبيانس تكون غنية بالغدد المخاطية اللي تمثل وسيلة حماية وسيلة لترطيب الجلد وغيرها. عند فيو كيراتينايز سيل، والقليل من الخلايا الكيراتينية اللي احنا قلنا الكيراتينايز سيل هي خلايا موجودة في الطبقة السطحية او الكورانيوم ستراتم اللي موجودة في جلد بعض الفقريات، هذا اللي موجودة بالفقريات. الكورانيوم ستراتم الخلايا مالتها تكون تفرز الكيراتينايز او خلايا، ليش يسموه كيراتينية؟ اللي موجود بيها بروتين الكيراتين اللي هو تعرفون حضراتكم موجود بالشعر موجود بالاظافر ويعطي قوة ومتانة للخلية اللي موجودة بيه، وبنفس الوقت تموت الخلية بيصير لها شيدنج باستمرار، يعني وتزال باستمرار. شايفين انتم شلون جلدنا يكون يتقشر باستمرار ويسوي له سكرابينج حتى يجددون الخلايا، هو هذا الكيراتينايز. وطبعا موجود هذا الكيراتينايز and few كيراتينايز سيل يعني بالاسماك والانفيبين موجوده هاي الكيراتينايز سيل، لان ما تخدمها لان هذا صار مثل الووتر بروف، يعني وجودها اذا كان طبعا مثل بالزواحف يكون وجودها جدا سميك فاصلا تمنع تبخر الماء. فهذه الحيوانات اللي هي الاسماك والبرمائيات ما تحتاج انه تفقد ميها وتحتاج انه الجلد يكون رطب، ولذلك تكون اعداد هذا الكيراتينايز سيل قليله. Internally terrestrial vertebrate on the contrary have a few mucus، على العكس انه الحيوانات اللي تعيش على اليابسة terrestrial vertebrate حيوانات اليابسة اعداد قليلة من الميوكس جلاند، يمكن بس بالضفادع هي موجودة الميوكس جلاند، لان على الربتيليا والطيور اصلا تكون جدا رير ما موجودة اصلا. احنا بالنسبة للماملية عندها غير غدد، بس لكن الغدد المخاطية تكون موجودة غير موجودة أو قليلة في الترستيريال فيرتبريت. And thick layer of a few mucus gland and thick layer of keratinized tail that constitute prominent stratum corneum، هاي اللي راح تسمى قاعدتها سابقا، هذه هي الخلايا الكورينيوم أو الستراتم، تشوفوها مثل القشور وتزال باستمرار. This condition minimizes loss water، هذه فائدتها هو لتقليل تبخر الماء. الآن راح ندرس طبقة الإبيديرمس أو طبقة البشرة في الأسماك وكذلك البرمائيات المائية. اللي لازم نعرفه عند دراسة بشرة في أي حيوان في أي مجموعة تصنيفية، لازم أعرف هل طبقة البشرة تتكون من ثلاير من الكورينيوم ستراتم او من الطبقة المتقرنة او من عدة طبقات في اي كائن بغض النظر عنه، اي كائن حبلي بغض النظر عن مرتبة التصنيفية. الامر الثاني، هل طبقة البشرة هذه تحتوي على غدد او لا تحتوي، وما هي طبيعة الغدد الموجودة؟ فالان لو راح ناخذ الابيديرمس بالاسماك والبرمائيات المائية راح نلاحظ ما يلي. اولا هذه طبقة الإبيديرمس راح تكون غنية بالغدد المختلفة، طبعا أقصد بالمختلفة يعني مختلفة الأشكال وبنفس الوقت مختلفة الوظائف. فراح نلاحظ أول نوع من الغدد موجودة في الأسماك سايكلستوما، طبعا هاي سايكلستوما معناتها الأسماك دائرية الفم يسموها، ويسموها الأجناثة اللافكية. والشكل الآخر من الأسماك اللي يسميها الجاوت فيشز أو الأسماك الفكية اللي تشتمل على الأسماك العظمية والأسماك الغضروفية. إذا هذه اليوني سيليولار إبيديرمال جلاند راح توجد في الأسماك بشغف بكل أشكالها، سواء كانت دائرية الفم أو فكية أو لا فكية. كذلك وين هذه أشوفها اليوني سيليولار جلاند؟ كذلك بالإضافة إليها توجد كذلك بالبرمائيات المائية.
كان النوع الأول من الغدد اللي هي إرهابية الخلية التي نسميها بالجوبلت سيل تحتوي على، هذا طبعا تكون بالجزء القاعدي، مواصفات هذه الخلايا انها تكون بالجزء القاعدي من البشره وتحتوي على ميوكس جرانيول. هذه لما توصل الى سطح الخليه راح تنفجر، من تنفجر راح يتحرر المخاط من عندها. بالاضافه الى اليونيسيلولار جلاند اكو مالتي سيلولار جلاند. يعني شنو مالتي سيلولار جلاند؟ يعني غدد متعددة الخلايا، وسبق وأنا أخذتها بالأنسجة، الغدد المتعددة الخلايا يعني يوجد فيها جزء فارس اللي هو يقوم بإفراز المادة اللي المراد إفرازها، والجزء الآخر هي القناة اللي تنبثق من عندها هذه المفرزات واللي نسميها هذه مالتي سيليولار جلاند. راح أشوف ثلاث أنواع من المالتي سيليولار جلاند. النوع الأول تفرز مخاط، طبعا هنا اقول لكم بالاضافه الى اليونيسيلولار اكو تو جنرال فرايتيز، ميوكاس جلاند وجلانيولار. الميوكاس جلاند احنا عرفناها تفرز ميوكاس، الجرانيولار ايش تفرز؟ تفرز سكريت بروتين سام اوف ويتش ار توكسيك. هذه راح تفرز بروتين، قسم منها راح يكون سام يستخدم للحمايه، وهي خاصه موجوده بالبرمائيات اللي هي تكون ماده مره مالتي سيلولار. مالتي سيلولار جلاند هي سك شيب او تشبه الكيس، وموجودة بالإبيديرمس لكن تخترق او تسوي انفيجن للديرمس. اذا هي منشأها إبيديرمي لكن تسوي غزو للديرمس. شنو وظائف الميوكاس جلاند؟ طبعا هذا الباراجراف مهم جدا. وظائف الميوكاس جلاند، اولا قبل كل شيء الميوكاس يستخدم للحمايه، يستخدم لحمايه الحيوان من الجراثيم، يستخدم كبي انتيباديز، ممكن انه تحمي الحيوان حسب. المهم هو بالدرجه الاساس لحمايه الحيوان من المؤثرات الخارجيه. الامر الثاني انه الحيوانات اللي تعيش بالماء اللي تقضي جزء من وقتها في اليابسه، اللي هنا يقول the mucus keep the skin of moist in air enabling it to continue to serve as respiratory surface. يعني يقول لك في الحيوانات اللي تقضي جزء من وقتها خارج الماء، هذا راح يبقي جلدها رطب، وهذا ما نشوفه بالدرجة الأساس بالبرمائيات لأن هي تستخدم إحدى وسائل تنفسها هو التنفس عن طريق الجلد. فحتى تحافظ على جلدها رطب هذه تقوم بإفراز الميوكس حتى ترطب الجلد. الوظيفة الثالثة انه الحيوان منين عند الامساك به، الحيوان اللي جلده يكون مخاطي مثل الاسماك، هسه شايفين انتو الاسماك من يريد يصيدها البائع الاسماك من الحوض تكون بها مادة لزجة جدا، من الصعوبة ان يلزمها، وحتى اذا لزمها ممكن انه تهرب من ايده. هذه منين تجي؟ انه الحيوان من يشعر نفسه انه لزم، هاي الغدد المخاطية تبدي تفرز مخاط بشكل اكبر حتى يصير الحيوان very slimy to celebrate، يعني شلون ينزلق بسرعة، وكذلك من الصعوبة انه يمسك به. هذه الوظيفة الثالثة. الوظيفة الرابعة انه في الاسماك اللي نسميها البروتو بيتراس او الاسماك الرئوية، هذه المادة المخاطية وهذه الاسماك راح تفرز سكريت كوكون اوف ميوكاس، يعني راح تفرز شرنقة كوكون، يعني شرنقة من المخاط حتى تحافظ على نفسها أثناء موسم الجفاف. الوظيفة الأخرى أسماك التيلوست أو الأسماك التيلوستية، فالأمهات تبدي تفرز مادة مغذية، تفرز هذا المخاط كمادة مغذية للصغار بعد أنه سوي هاتشنج من البيضة. هذه هي وظائف الغدد المخاطية سواء كانت يونيسيلولار أو مالتيسيلولار. فإذا نجيب لك وظائف الغدد المخاطية تدرج أن هذه الصفات. من الخلايا المالتيسيلولار الأخرى اللي هي نسميها الفوتوفورز، هذه طبعا ما موجودة في كل الأسماك، موجودة فقط بالأسماك الديب ووتر تيلوسيت، فقط موجودة بهذا النوع من الأسماك. فإذا نجيبها كفراغ أو كتعريف أنت تعرف هذه بيا أسماك، مو كل الأسماك. فوتوفورز يعني حاملات الضوء. طبعا هذه هي من المالتي سيلولار جلاند، ايضا تنشأ في طبقة الابيديرمس وتتهاجر او تسوي انفيجن لطبقة الديرمس اللي لطبقة الادمة،
وظيفتها شنو؟ طبعا وظيفتها هو هو بالدرجة الأساسية أنه هي الطظام. الصفة الأخرى أنه the light serves for species and sex، يستخدم كريكوجنيشن ما بين الأنواع أو أثناء عملية التكاثر، يعني حتى يعرف الجنس الجنس الآخر، وفي بعض الأحيان تستخدم للتضليل والتخفي. إذا إذا نجيب لك وظيفة الفوتو فورس تكتب بالدرجة الأساس هي للإضاءة، and the light serves for species and sex recognition sometimes تساعد في الكونسلمنت by counter shading بواسطة التضليل والاختبار. من شنو تتكون هذه الفوتو فورس؟ إذا هسه قلنا وظيفتها هذه وظائفها، أماكن نبيع حيوانات توجد بالديب ووتر كيلوستي بالأسماك اللي تعيش بالأعماق. هذه الغدد عبارة عن شنو؟ طبعا هذه أي غدة احنا قلنا مالتي سيلولار بيها جزء فارز وبيها جزء ناقل أو بيها جزء الداكت. فهذه البيزل بارت أو الجزء القاعدي مالتها راح يكون ليمينوس سيل، يعني خلايا تنطي ضوء، خلايا تصدر ضوء. أما الجزء السوبرفيشيال، أما جزء السوبرفيشيال منها ايش راح يكون؟ راح يكون عبارة عن خلايا مخاطية تعمل كماغنيفاينج لينز، تعمل كعدسات عاكسة أو مكبرة لهذا الضوء. هذا كل ما يتعلق بالغدد. إذا نرجع بس أوجز إنه الغدد الموجودة عندي يوني سيلولار سيل الجوبلت سيل، وعندي المالتي سيلولار اللي راح أشوف بيها ثلاث أنواع، النوع الأول ميوكاس جلاند والجرانيولار جلاند والفوتو فورس. قلنا وظيفة الميوكاس جلاند مهمة، هذه اللي أشرتها آني. الفوتو فورس تعريفها مهم، بيا حيوانات توجد ووظائفها مهمة. راح نجي الآن إلى طبقة الستراتم كورينيوم، لأن إحنا قلنا من نجي ندرس الإبيديرمس لازم نعرف إيش موجود غدد، وهسه الآن أدرجناها بهاي الحيوانات وطبقة الستراتم. طبعاً طبقة الستراتم كورينيوم في هذه الحيوانات المائية اللي هي كل الأسماك مع البرمائيات، راح نشوف إنه طبقة الستراتم كورينيوم تكون either thin or absent، يا أما تكون معدومة أو بشكل طبقة نحيفة. وهذا اللي يجعل، وهذه الصفة راح تجعل طبقة البشر غنية بالغدد، لأن مفرزاتها ما راح تكون محجوبة بواسطة طبقة الكورينيوم. لأن أنتم تعرفون هي طبقة الكورينيوم مثل ما قلنا طبقة متقرنة، تعتبر كمانعة للتبخر أو تسوي جفاف للجلد، تعمل على جفاف الجلد، اللي هي متكونة من مادة من بروتين قوي، وهذا طبعا الكيراتين موجود بالأظافر موجود بالشعر. فلاحظ انه المكانات اللي توجد بيها هذا الكيراتين راح تكتسب الصلابة والقوة، ولذلك الأسماك والبرمائيات ما تحتاج انه تكون أسماك أجسامها سميكة، وإنما تحتاج انه تكون أجسامها رطبة للأمور اللي ذكرناها الآن فتذكر. ولذلك يقول this make possible for fish and aquatic amphibia to have many functional unicellular. فإذا جبنا لك تعليل نقول لك ليش الأمفيبيا، طبعا هذا الجزء جدا مهم كتعليل، نقول لك ليش الأمفيبيا والأسماك تكون بها غنية بالغدد، راح تذكر لنا لأنه is no layer dead of cell prevent the secretion from exuding onto the surface، لأنها ما تحتوي على طبقة ميتة تمنع المفرزات انهم تتحرر على الجلد، لان احنا سبق وان قلنا الطبقة المتقرنة تسد المسام، تسد الجلد، ولذلك حتى بالتجميل بالهاي يقولون نسوي سكرابينج للجلد على مدة تسد المسامات، لان دائما باستمرار تجمع الخلايا المتقرنة يسد المسام. فهذه الحيوانات هذا طبعا تعليل جدا مهم لازم تركزون عليه، هذا تعليل مهم. لكن هل كل الاسماك ما عندها يعني طبقة متقرنة بالجلد؟ لا، عندكم الأسماك السايكلوستوما تحتوي على الكونيكال هورني إبيديرمال سباين، تحتوي أسنانها، طبعا هاي الصورة،
هذا هو فم الحيوان السايكلستوما، يحتوي البوكال كافيتي او الفم اله راح يحتوي على كونيكال تيث سباين، يعني يحتوي على اسنان قويه منشاها ابيديرمي يعني منشاها من البشره. هذه يستخدمها طبعا، هذا حيوان متطفل مني يعني يضع فمه على سمكه حتى يمتص دمها يمزق الجلد، فهذه الاسنان هي اللي تقوم بعمليه التمزيق الراسبنج، لان اسنان قويه كايتينيه قويه طبعا تزال باستمرار، لان تعرفون انتم اي شيء بالبشره هو قابل للشيدنج. فهذه طبقه تغطي الاسنان الكونيكال هورني ابيديرم وكذلك الفم. بعد اكو انه الشكل الثاني بعض البرمائيات اكو كال كالس لايك، يعني الكالس يعني المسمار احنا نسميه باللغة، مثل البسامير على اصابع الاكواتيك يوروديلا. اليوروديلا هي هذا الحيوان اللي يكون نسميه السمندل، على اطراف اصابعها اكو مثل الكابس مثل القبعات على اصابعها مثل البسامير. هذه شتمكنها طبعا هي تعيش بالستريب بجداول الجبال، ولذلك تعرفون انتو هاي دائما تكون مخاطية ومنزلقة دائما هناك تكون، فحتى تثبت نفسها بالصخور والمكان اللي تعيش فيه فهي تكون اصابعها مغطاية بهذا الكابس. اذا قلنا لكم اكو استثناء، هل بعض الكائنات المائية تحتوي على الطبقة متقرنة من الجلد؟ تقولون فقط بالراسبينج ماوث بالسايكلستوما وكذلك التويز كالس اون تويز اوف اكواتيك يوروديلا، هذا الجواب. لكن هي بالغالب الكل ما عندها تكون ثين لاير اور ابسنت، ماكو طبقة متقرنة، وقلنا ليش حتى المفرزات تكون. هذه هي صورة توضح اللي احنا شرحنا، هذه الصورة توضح مختصر لما شرحته لكم في هذا الموضوع. هذه هي الاشياء اللي هي مطلوبة منكم انه تركزون عليها في حال اجاكم سؤال، بالاضافة الى الاشياء المهمة اللي ذكرتها. الان سنأتي على دراسة الغدد الموجودة في بشرة الحيوانات او الفقاريات اللي تكون ترستريال يعني ارضية المعيشة. راح نلاحظ انه السكن في هذه الحيوانات راح يحتوي على عدد قليل من الغدد، لكن هذه الغدد تكون متنوعة مو مثل ما شفناها اعدادها كثيرة في الحيوانات اللي تعيش بالماء. هنا راح تكون فقط عبارة عن غدد قليلة العدد لكنها متنوعة من حيث مكوناتها. الميوكوس جلاند لا تزال موجودة في الحيوانات البرمائية اللي تعيش على اليابسة مثل الضفادع وغيرها. But the broad dominant، لكن التنوع أو الغدد اللي موجودة بشكل أكبر هي الجرانيولار أو اللي نسميها السيراس. جرانيولار يعني حبيبية، أو اللي نسميها سيراس يعني مصلية. هذه الغدد تفرز irritation of even highly toxic alkaloid، تفرز مواد أما تكون irritation يعني مهيجة أو تكون مواد سامة. هذا فيما يخص مفرزات الكائنات اللي موجودة على موجودة على اليابسة. أول صنف راح ناخذ الغدد اللي موجودة به هو صنف الريبتيليا. الريبتيليا راح نشوف انه تظهر تنوع اكبر من الغدد اللي موجوده بالجلد مقارنه بالانفيبيا. Most of secretion are holocrine. Holocrine يعني شنو؟ The cell of the gland constitute the secretion، يعني من تفرز الخليه او من تفرز الغده المواد المفرزه اجزاء من الخليه راح تنفرز وياها، وهذا انتم اغريب الاسجه. اغلب منتجات او مفرزات هذه الغدد هي عباره عن فرمونات. شنو هي الفرمونات؟ هي عبارة عن مواد يفرزها الكائن الحي في بيئته حتى تجعل أفراد النوع التابعين لنفس نوعه أنه يتعرفون عليه لأغراض التزاوج، لأغراض تكوين مستعمرات، لأغراض تكوين قطعان، حسب ما هو موجود. إذا الفرمونات substance secreted into the environment by organism، هي عبارة عن مواد تفرز إلى البيئة بواسطة بعض الأحياء. That هذه المواد effect on the behavior، تؤثر على سلوك أو فسلجة
the members أفراد النوع اللي تابعين لنفس الـ population. شنو هذا بشكل عام تعريف الهرمونات سواء كانت بالريبتيليا ولا بالإنسان ولا بأي كائن؟ هذه هي وظائف الهرمونات أو في أي كائن. لكن إحنا هسه الآن راح نجي على الوظائف function of the gland في الحيوانات الزواحف. أول وظيفة لها سامي gland eye to solving the skin، يعني بعض هذه الغدد تساعد على انسلاخ، لأن تعرفون أنتم الزواحف تنسلخ باستمرار لأنه الطبقة الخارجية إنها تكون سميكة، فحتى من تزداد بالحجم لازم تنزع الجلد ويكتسي جسمها بالجلد الجديد. فبدو يساعدها على هذه العملية هي سامي gland. النوع الثاني من وظائف الجلاند هي لأغراض تكاثرية. كما لاحظة الليزارد has as many as four different sites of encircle the event، حول منطقة المخرج راح نشوف أربع سيتات من الغدد. هذه الغدد وظيفتها فرمونات. فرمونات يعني شنو؟ يعني تفرز مواد تجذب أنثى اللي تابعة لنفس نوع هذا الذكر. النوع الآخر اللي أشوفه بالليزرد إنه على الرجل الخلفية أكو غدد بشكل خط in the middle line أو middle side of each hind legs secrete substances، تفرز مواد that hardness of skin، تساعد على جعل الجلد في تلك المنطقة متثخن وقوي بشكل أشواك حتى يتمكن الذكر من مسك الأنثى أثناء عملية الكوبيوليشن. النوع الآخر من الغدد غير معروفة الوظيفة. الشكل الأول راح أشوفه بشكل مادة صفراء موجودة في مسك المسك تيرتل، يعني سلحفات المسك، تفرز هذه المادة الصفراء عن طريق غدد موجودة على جانبي الجسم أندر، يعني تحت هذه الكرباس أو الصدفة اللي تحيط بها. شكل آخر أو في حيوان آخر أيضا ما معروفة الوظيفة أكو longitudinal row بشكل صف طولي من الغدد غير معروفة الوظيفة، تقع على ظهر التمساح occur along the back of crocodiles. أما الطيور فهي تحتوي على العدد الأقل من الانتيجيومنتري جلاند، فقط توجد بها نوعين. النوع الأول اللي يسميه اليوروبيا جيل جلاند أو الغدد الزمكية، هذه الغدد which causes prominent swelling of the rump، يعني تسبب انتفاخ بسيط في منطقة الذنب بالطيور. لستبت وتكون جدا متطورة في الطيور المائية وتفرز مواد زيتية حتى تجعل ريش الطيور خاصة الطيور المائية مزيت أو تمنع تبلله بالماء. النوع الآخر من الغدد هي الأويل جلاند، وموجودة في بعض الطيور وتكون بشكل خط على الأذن الخارجية للطيور. تعرفون الطيور عندها أذن خارجية بس متغطاية بالريش and surrounding the exit from the cloaca، وكذلك تحيط ب الدائرة الخارجية للمجمع. فقط هذه هي الغدد اللي موجودة في الطيور. فقط تجيك فراغ أو يجيك تعريف لهذه اليوروبيجيال جلاند، غالبا نجيبها تعريف حتى بالعملي، فخلوها بالكم.